الآن وحسب يا مرحبا في حلة أصحاب المكارم والشرف ألا بها اللي عزها ربي وعلى شانها تخرج مدح تراحم عيال عود لا وصلها العلم فالدعوة وقف ما يستقيم امر السفينة غير من ربانها جوال 00 9 6 6 5 0 5 يا مرحبا في حلة أصحاب الكرم والشرف ألا بهل عزها ربي وعلى شانها يا مرحبا في حلة أصحاب الكرم والشرف ألا بهل عزها ربي وعلى شانها عيال عود وصل هالعلم فالدعوة وقف ما يستقيم امر السفينة غير من ربانها عيال بن جاسر خماسين ورايتهم ترب على صروح المجد من وقفتها واحسانها جعل الجنان الخلد مسكانه وينزل بالغرف مع الصحابة والنبي ويارد على حضانها يا مرحبا في حلة اللي فالمواقف تنعرف مجالس من طيبها لها فتحت بيبانها يقولها عبد الله ابو سعود رجل لا وقف فالموقف اللازم هجد عربيدها وشيطانها اخوه ابو عبد الله اللي صايب عين الهدف بالدين ومفعول الرجال ولابس انتجانها في حفل تكريم الذي دايم على الطاله ولف سعود خيال المراجل ماسك بعنانها يسهر طويلات الليالي واجتهد من شانها شيخ يبيض وجه ربعه كل ما يقف بصف اشهد له كرام اللحى شيبانها وشبانها يا مرحبا في مرحبا ترحيب طيب مختلف الحلة اللي تبتهج يوم اقبل وضيفانها يا مرحبا في حلة اصحاب المكارم والشرف الا بهاللي عزها ربي وعلى شانها عيال عود لا وصل ما يستقيم امر السفينة غير من ربانها عيال بن جاسر خماسين ورايتهم ترب على صروح المجد من وقفتها واحسانها جعل الجنان الخلد مسكانه وينزل بالغرف مع الصحابة والنبي ويارد على حضانها يا مرحبا في حلة اللي فالمواقف تنعرف مجالس من طيب اهلها فتحت بيبانها يقولها عبد الله سعود رجل لا وقف فالموقف اللازم هجد عربيدها وشيطانها وخوه ابو عبد الله اللي صايب عين الهدف بالدين وفعول الرجال ولابس انتجانها في حفل تكريم الذي دايم على الطاله ولف سعود خيال المراجل ماسك بعنانها يسهر طويلات الليالي واجتهد من شانها شيخ يبيض وجه ربعه كل ما يقف بصف اشهد له كرام اللحى شيبانها وشبانها